أبراج سهر، أبراج سهر، برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني سينما. تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. مرحبا، تحياتي لجميع مستمعينا ومستمعاتنا، وبيوم أحد سعيد براديو سهر ومع أبراج سهر. مستمعينا رجعنا لكم اليوم بهاليوم الحلو، بهالسهرة الحلوة طبعا ببرنامجنا الحلو أبراج سهر مع عالمنا وأستاذنا الفلكي السينما. مرحبا بالجميع، تحياتي أستاذنا. تحياتي كلير، تحياتي إليك وتحياتي إلى جميع الأخوات والأخوة من المستمعين والمستمعات لراديو سهر، وتحياتي إلى كادر راديو سهر بالكامل. يا هلا بك أستاذنا، يسلمه. طبعا مستمعينا مثل كل يوم أحد ببرنامج أبراج سهر، أكيد تعودتوا علينا هلا، موعد البرنامج دايما بيكون الساعة 11:30 بتوقيت بيروت، 10:30 بتوقيت القاهرة. طبعا بنفعنا بالهندسة الصوتية الإعلامي الكرمي. للاتصال فينا دايما على عنوان السكايب للراديو سهر 90.1. طبعا استاذنا سينما راح نبلش بفقرتنا اللي هي كالمعتاد كل يوم احد. اول شيء راح نحكي عن الاحداث، وبعدين راح نروح لفقرة الابراج ومولود هذا اليوم. في الاخير راح نفتح المجال للاتصالات مع مستمعينا، ووقتها بناخد طبعا وقت معهم ونفسح لهم المجال ليسألون عن أبراجهم وعن أسئلتهم أو استفهاماتهم واستفساراتهم حول طالعهم. ما هيك أستاذنا؟ نعم أكيد. اليوم الأحداث إن شاء الله راح تكون يعني نوعا ما أخف من الأحداث بالأسبوع الماضي، لأنه إحنا نترقب الحقيقة أحداث أكثر صعوبة بالأسبوع المقبل إن شاء الله، راح أنوه عنها في بداية الأسبوع المقبل. لكن في هذا الأسبوع طبعا اللي يبتدئ من هذا اليوم 14 من شهر أكتوبر إلى يوم 20 من شهر أكتوبر، يعني هذا اليوم محسوب إلى يوم 20 يوم السبت القادم. يعني أنا أخذت نوع من الأحداث الإيجابية وفي أحداث سلبية في نفس الوقت، راح أحاول قدر الإمكان أن أنوه عنها يعني من خلالكم. طبعا في عندنا راح يحدث تراين، وهذا التراين إيجابي يعتبر ما بين كوكب مارس المتواجد الآن في مجموعة القوس النارية وما بين كوكب أورانوس المتراجع في مجموعة الحمل النارية أيضا. التراين هي ظاهرة إيجابية، يعني في الفترة ما بين 14 وفترة 15 من شهر أكتوبر. هذا ينبئنا بقرارات سياسية دولية حازمة راح من خلالها يعني تحسم أمور كثيرة تجاه أزمات معينة. في عندنا أيضا سكستايل، والسكستايل هي تعني بفلك زاوية 60 ما بين يعني برجين أو ما بين كوكبين، الحقيقة موجودة في برجين يفصل بينهما زاوية 60 تقريبا، راح تكون ما بين القمر. وأنا ذكرت سابقا بأن القمر يمكث في كل برج يعني يوما وبضعة ساعات، فبالتالي هذا السكستايل راح يكون إيجابي لفترة زمنية يعني محددة بالساعات، لكن في يوم 16
من هذا الشهر، راح تكون ما بين القمر المتواجد في برج العقرب وما بين بلوتو، عفوا بلوتو نعم المتواجد في برج الجدي. السكسايل هذا يعني ينبئنا بتوقيع اللي نقدر نسميها يعني اتفاق إيجابي أو معاهدة إيجابية. طبعا هذه لفترة زمنية وجيزة ولفترة زمنية محدودة، لأنه مثل ما ذكرت لك أن القمر لن يستمر فترة طويلة بهذا السكستايل، سوف يتحرك إلى برج آخر. هذا راح تتحرك بالضبط، لأنه القمر يعني من الأبراج عفوا من الـ يعني يتحرك بشكل يبقى في كل برج يوما وبضعة ساعات، فبالتالي هو ما يبقى فترة طويلة. يعني يوم 16/10 نقدر نقول في ساعات معينة من يوم 16/10 راح تكون هذه ينبئنا بشيء إيجابي على المستوى اتفاقية أو توقيع فد معاهدة معينة ما بين طرفين متخاصمين من هذا القبيل. عندنا أيضا اقتران راح يكون، هذا الاقتران مهم، راح يكون ما بين الشمس والقمر. الشمس تمثل عندنا يعني بشكل عام في حتى في علم التنجيم تمثل الحكومات بشكل عام، والقمر يعني يمثل الشعوب. هنا لما يكون عندنا اقتران وراح يكون في برج الميزان في يوم 15/10 يعني يوم غد، هذه ينطينا إمكانية للتوصل إلى حلول أو فرص للحوار ما بين يعني ما بين طرف متخاصمين، يعني ما بين الحكومات من جهة، هاي في المناطق اللي فيها اختلافات أو نوع من الخصومات ما بين الشعوب وما بين حكوماتها، راح يكون هنالك فرصة أكبر لعقد يعني نقدر نقول فرصة جيدة للتفاهم، فرصة جيدة للحوار ما بين ممثلي الشعوب من جانب وممثلي الحكومات أو السلطات من جانب آخر. هذا تقريبا نعم هذه الأمور الإيجابية، يعني استغلوا هالفرصة. أكيد هي الفرصة، هي الفرصة تكون إيجابية، اتفاقات بينيتهم هي الفرصة تكون إيجابية، فبالتالي هي فترة إيجابية لخلق مثل هكذا جو من الحوار يعني. لكن بالمقابل حتى أكون حيادي في هذا الجانب أيضا، بالأوقات اللي عندنا راح تكون هذه الإيجابية عندنا أيضا كواكب راح تخلق زوايا حقيقة سلبية وتخلق في نفس الوقت نوع من التربيع ونوع من النصف سكستايل راح يكون موجود عندنا في خلال هذا الأسبوع. التربيع الأخطر يعني هي هذه أقدر أقول هي الظهر الأخطر راح تكون ما بين كوكب فينوس وكوكب مارس أو المريخ. فينوس في برج العذراء ومارس في برج القوس، هذا التربيع يعني راح يكون بالفترة ما بين يوم 15 ويوم 16 ويوم 17، يستمر لمدة 3 أيام. هذا طبعا راح ينبئنا يعني مشاهد دموية وعدوانية، وأيضا ينبئنا بهبوطات أسواق المال العالمية. يعني فينوس من الكواكب اللي الحقيقة تتحكم بالمال من جهة وتتحكم بالعاطفة من جهة ثانية، وبنفس الوقت مارس يتحكم بالمعروف يعني كوكب مارس أو المريخ الكوكب اللي يعني يتحكم بالحرب والقتال والدموية. فالتربيع هي هذه الظهر السلبي اللي ممكن أن نشهد من خلالها مشاهد أكثر عنف ودموية بأيام 15-16-17 من شهر أكتوبر أو من هذا الأسبوع. عندنا ايضا زاويه نصف سكستايل، هذه زاويه 30 يعني راح تكون ما بين القمر في برج القوس وبلوتو في برج الجدي بتاريخ 18 من شهر اكتوبر. هذا ايضا ينبئ بعدوانيه وفوضى وجو متوتر للحوار، يعني احنا راح تكون عندنا ايام جيده وايام في نفس الوقت يعني يوم 18 راح تكون بخلق بالضبط صعب في الحوار أو متوتر. طبعا اللي ما راح يستمر اليوم بالكامل، لا لساعات معينة في يوم 18 من شهر أكتوبر. عندنا إن شاء الله يعني إحنا نتمنى دائما نتمنى الخير يعني يعم المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، لكن هذه طبعا الحقيقة الظواهر تأثر علينا من ناحية الطاقات الكهرومغناطيسية اللي تأتينا من خلال هذه الكواكب أثناء حركتها وأثناء وجود هذه تصنع هذه الزوايا، تأثر بشكل أو بآخر على مزاجيات الناس بشكل عام، وبالتالي نحن نتأثر بهذه يعني بهذا هذه الطاقات اللي تأتينا من الفضاء الخارجي ومن خلال هذه الكواكب.
عندنا نصف سكستايل آخر راح يكون ما بين يعني مارس أو المريخ وبلوتو. هذه أيضا ظهرت تعتبر سلبية، تبشر بي أو نتوقع مشاهد دموية ونتوقع أيضا عرقلة بالمفاوضات، وبحيث أنه تفقد الدبلوماسية مكانها في 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 هذا في هذه الفترة. طبعا راح تكون بتاريخ 17 من شهر أكتوبر ما بين مارس وما بين بلوتو، في مارس طبعا في برج القوس وبلوتو في برج الجدي. هذه تقريبا أهم الظواهر اللي يعني هي تقريبا أقدر أقول ظواهر يعني تأثيراتها بها إيجابي وبها سلبي نتوقعها خلال هذا الأسبوع المقبل. وطبعا أنا يعني أتوقع بالأسبوع القادم الظواهر راح تكون أكثر يعني أكثر تأثيرا وأكثر أهمية لحدث سوف يحدث يعني في العشرة الأواخر من هذا الشهر، سوف يعني أنوه به بوقته إن شاء الله. هذا أكثر ما يتعلق بالظواهر الفلكية يعني والأحداث المترتبة عليها خلال هذا الأسبوع. إن شاء الله خير. العشرة أيام الأخيرة من الشهر هي أيام العيد المبارك إن شاء الله، يا ريت تكون الأمور هادية على ننبسط شوي هيك يمر العيد علينا حلو إن شاء الله هيك بالمناسبة، يعني أيامنا كلها تكون حلوة يا رب. يعني إن شاء الله كثير جوز يقول لك يعني مثلا سلمى دينا بينا بكوارث ومشاكل وكذا، وإحنا مارين على عيد قادمين على عيد بصراحة مهمين يعني أنا مو متشامل لهذه الدرجة، بالعكس يعني أنا متفائل بأمور كثيرة الحقيقة، لكن يعني الأمور العلمية يجب أن تذكر بحقائقها يعني طبعا. إن شاء الله خير إن شاء الله خير. طبعا كانت هذه أحداث الأسبوع من يوم 14 ليوم 20 أكتوبر. مستمعينا نرجع بذكركم عم تحضرونا على راديو السهر بأبرار سهر مع العالم الفلكي السينما. موعدنا دايما كل يوم أحد بيكون على الساعة 11:30 بتوقيت بيروت 10:30 بتوقيت القاهرة. طبعا لا مراسلتنا للاتصال فيكن ترسلونا على عنوان سكايبي سهر 90.1. فصل صغير وبنرجع من جديد وين كفي برنامجنا، انترونا ما تروحوا لهون ولا هون. زهقان كتير ومتضايق؟ ما عندك شي تعمله؟ افتح انترنت واسمع راديو سهر. انتم تستمعون الى راديو سهر 24/24 اجمل البرامج والاغاني دائما على راديو سهر. دائما على راديو سهر. صوت لنجمك المفضل هالأسبوع ببرنامج نجوم سهر. عماد من مصر. سمحتك كتير وبحذرك. علاء مكاوي من مصر. اللي امتى يا عيوني انت نبقى حبايب. ندى من فلسطين. قلبي داني صلاح نبيل من مصر. بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي. صوت لنجمك المفضل هالأسبوع واحد من هالأربعة رح يتأهل معنا لكوكبة نجوم سهر 15. صوت للتصويت عبر موقع راديو سهر .com صفحة نجوم سهر. جريء برنامج يخوض في الحوارات الاجتماعية الهادفة. يعد ويقدم هذا البرنامج الإعلامية منى، يأتيكم يوم الثلاثاء في
في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت بيروت، 10 بتوقيت القاهرة. حوار جريء للاتصال عبر السكايب سهر 90.1. حوار جريء جريء. مستمعينا أحبائنا الأعزاء، أحباء راديو سهر، رجعنا لكم جديد بعد هالفاصل الصغير طبعا براديو سهر وببرنامج أبراج سهر، دايما مع علمنا الفلكي العراقي أستاذنا سنما. دايما برجع بذكر موعد البرنامج كل يوم أحد الساعة 11:30 بتوقيت بيروت، 10:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت الجزائر، و 8:30 بتوقيت المغرب. برفقنا دايما بالهندسة الصوتية الإعلامي الكرمي طبعا معكم كلير بالإذاعة. فيكم تتصلوا علينا على عنوان سكايبي 90.1. برجع بعيد سهر 90.1. من شوي سمعنا فقرة الأحداث وهلا راح نروح للأبراج. إن شاء الله أبرجنا اليوم أستاذ سنة ما تكون كتير حلوة، ونسبة الامتيازات للأبراج تكون عالية كتير مثل الأسبوع اللي مرق، يعني كتير مبسطت، كان تقريبا في 3-4 أبراج يعني واو كانوا بالقمة، إن شاء الله هالأسبوع كلهم يعني. هو طبعا الأبراج اللي كانت في الأسبوع الماضي يعني كان فيها انخفاضات بحوض الطالع، يعني هذا الأسبوع ارتفع تقريبا حوض الطالع بالنسبة لهم، بالأخص بالنسبة للميزان وبالنسبة للعقرب. يعني هذا الأسبوع بشكل عام راح يكون عندنا يوم هذا اليوم ويوم غد الميزان من الأبراج المرتفعة، طبعا عندنا يوم الثلاثاء والأربعاء مؤشرات الطالع راح ترتفع بالنسبة إلى العقرب، وعندنا يوم الخميس ويوم الجمعة راح يكون القوس أيضا من الأبراج الجيدة. إضافة إلى هذا في نهاية الأسبوع طبعا الجدي يرجع من جديد يستعيد نشاطه ويكون من الأبراج المرتفعة أيضا. الانخفاضات هي انخفاضات نقدر نقول أكثر ما هاي تكون يعني أكثر ما تكون نسبية بالنسبة إلى الحمل، في انخفاضات في بداية الأول يوم من الأسبوع، إضافة إلى الثور والجوزاء الحقيقة من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع هو عنده بشكل عام يواجه انخفاضات. السرطان أقدر أقول أكثر الأبراج اللي انخفضت هذا الأسبوع هو السرطان، وأكثر الأبراج اللي ارتفعت لهذا الأسبوع طبعا هو القوس إضافة إلى الميزان والعقرب. ندخل بالأبراج إذا تحبين. نعم أكيد، بس برج الميزان بظن بالأسبوع اللي مرق كان يعني حظه شوي هيك يعني، بس هالأسبوع طلع كتير حلو يعني كتير انبسطت له عن جد، زعلت عليه شوي الأسبوع اللي مرق واللي قبله، بس خلص بقول لك يا ميزان اليوم الحظ معك فتفائل وخليك معنا واسمعنا. يلا نعم، لأنه الأسبوع الماضي بشكل عام الميزان كان بداية دخول أو بداية عفوا خروج كوكب ساتورن من الميزان، فبالتالي الآن الفترة الحالية يمر بفترة خلو مسار، لكن كل ما كانت هذه الفترة في بداياتها تكون تأثيراتها أكثر، الآن بدأت هذه الفترة تقل يعني تأثيراتها تقل تدريجيا، وبالتالي أنا يعني أتفاعل الميزان بفترة إيجابية أكثر من خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم طبعا. إن شاء الله خير. نبدي بالأبراج، خلينا نبدي بالحمل. شنو نقول لهذا الأسبوع للحمل؟ نقول له فترة عاطفية،
فترة عاطفية مناسبة لتقوية العلاقة الزوجية والانسجام العائلي. تتوصل لحلول سريعة للتخلص من ديون أو نفقات مالية. قد تقرر السفر فجأة دون سابق تفكير، فاحذر الاستعجال. مني للحمل هذا الأسبوع 3 نجوم. نعم. الأسبوع الماضي هو أيضا كان 3 نجوم الحمل، يعني من الأبراج اللي أيضا أخذ 3 نجوم. نعم. برج وسط، يعني الأسبوع اللي كان قبله يمكن مشيت 3 أسابيع كان شوي يعني عائلة، بس وسط 3 نجوم كتير يعني. مضبوط، الحمل قبل أسبوعين كان من أفضل الأبراج مع الجدي، الأسبوع الماضي انخفض، وهذا الأسبوع هو تقريبا نفس الأسبوع الماضي، يعني 3 نجوم. الثور، تمتلك صحة جيدة، بإمكانك تطبيق المهام الرتيبة والمنزلية، أما علاقتك مع شريك حياتك فتكون مرضية تطبعها المودة والحنان. قد تواجه متاعب مع شركاء العمل، فالزم لسانك. يعني الثور أقدر أقول أكثر ما تكون العلاقة داخل الأسرة أو داخل الحياة العائلية هي علاقة جيدة، لكن ممكن أن يواجه مشادات داخل يعني مع شركاء العمل، ولهذا يعني أنا أنصح بأن يعني من أن يمسك لسانه من خلال ألفاظ قد تكون ألفاظ جارحة وما إلى ذلك تخلق له بعض المشاكل. مني للثور لهذا الأسبوع أنطي أيضا 3 نجوم. 3 نجوم. أنا بدي بس أقول شغلتين. شغلة لبرج الحمل بدي أقول له أنه أسعد أيامه هي أيام الجمعة، وأحب الألوان لبرج الحمل هي اللون الأبيض والرمادي. كمان المعادة اللي بتجلب له السعادة هي الزمرد والياقوت الأزرق. بالنسبة لبرج الطور، أسعد أيامه هي يوم الاثنين، أحب الألوان له الأزرق والأبيض، والمعادن اللي بتجلب له السعادة هي الياقوت الأصفر واللؤلؤ. جحلة جوزاء. جوزاء زين. الجوزاء، الحظ يلتفت إليك من جديد، تتمتع بصحة جيدة وطاقة كبيرة للعمل، متقلب الأطوار وغير مستقر، ولا تحسن اختيار الشريك، أفكارك خلاقة وستلقى الرضا والقبول من محبيك ومعجبيك. يعني الجوزاء هذا الأسبوع ما يأخذ من عندي أكثر من نجمتين في مؤشرات الزودياك، بالرغم من وجود حظ جيد على مستويات معينة بالأخص في العمل، لكن المجال العاطفي لا، في انخفاضات كبيرة وبالأخص في المجال النفسي أيضا العاطفي والنفسي، ولهذا أكثر من يعني يأخذ تقريبا نقدر نقول يعني نجمتين في مؤشرات الزودياك. نأخذ السرطان. أوكي. ستنجح في إدارة ستنجح في إدارة مهامك المنزلية، وستلقى استحسان الشريك. لديك لقاءات ممتعة يكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية، لكن تقلبك بالعاطفة يجعلك تتلاعب بمشاعر الآخرين وقد تخفق. السرطان لهذا الأسبوع يأخذ 3 نجوم. بالمناسبة 3 نجوم هي من يعني من الأبراج الاعتيادية، لكن لما نجي نقارنه بالأسبوع الماضي إذا تتذكرين كان السرطان من أفضل الأبراج بالأسبوع الماضي، فيعتبر انخفاض عنده بهذا الأسبوع، لكن هو يعتبر أيضا من الأبراج الاعتيادية لهذا الأسبوع. هذا الأسبوع بدي أقول له كمان أنه أحسن أيامه وأسعد أيامه هي يوم الأحد والثلاثاء لبرج السرطان، وأحب الألوان لأنه كمان اللون الأبيض والأحمر. المعادة اللي بتجلب له السعادة هي الذهب والزمرد. يعني إذا كانت صبية فيها تلبس هالأسبوع ذهب، راح تحس بسعادة كتير وراح يكون حظ أكتر حلو. أي أستاذنا؟ نأخذ الأسد. أجل الأسد. يا أسد الأسد، أخبار مفرحة وحظوظ جيدة. قد تفكر في تغيير مكان سكنك أو القيام بمشروع جديد. عليك الحذر من رغباتك الشرهة التي قد تدفع بك في طرق مشبوهة. لديك قوة ملاحظة وأرباح مضمونة في العمل. والأسد هذا الأسبوع يأخذ من عندي 4 نجوم في مؤشرات الزودياك. وحظه كتير حلو، كتير كتير حلو، يعني يخزي العين 4 نجوم ما شاء الله. يعني وجود نعم وجود المريخ في برج القوس الناري، طبعا القوس من أصدقاء الأسد ويقيم علاقة جميلة ورائعة باعتباره برج ناري، وجود المريخ في برج القوس اللي هو بيت السعادة بالنسبة إلى الأسد ينطيه حظوظ جيدة بالأخص على الجانب المالي، رغبات كثيرة، لكن
يحذر الأسد من الاندفاع، ولو هم بشكل عام الأسود ما يعتبرون من المندفعين، لكن بالمجال العاطفي بهذه الفترة المريح يجعله يندفع بشكل أكبر من اللازم، علي الحذر فقط من هذا الجانب. لكن بشكل عام الأسد من الأبراج الجيدة، واللي مؤشرات الطالع والحظ مرتفعته خلال هذا الأسبوع، ومن نقاط 4 نجوم في مؤشرات الزودياك. أكثر حلو، أسعد أيامه الجمعة والتنين. أحب الألوان لبرج الأسد هو اللون الأحمر والتركواز، كمان معاد اللي بتجلب له سعادة هي الياقوت والزمرد. برج العذراء. العذراء لديك مشاريع ودعوات ممتعة، الوقت مناسب للسفر والدراسة، يسهل عليك اكتساب المال وستتحسن وضعيتك المالية، لكنك قد تفسخ علاقة بسبب تقلبك العاطفي. تمارس تأثيرا كبيرا على وسطك العائلي رغم تعرضك لبعض المعارضات. والعذراء هذا الأسبوع أيضا من الأبراج اللي انخفضت، ويأخذ من عندي 3 نجوم في مؤشرات الزودياك. حتى إذا كانوا 3 نجوم يعني بيضلوا وسط، مش كتير بالضبط، هي وسط يعني خليني نقول من الأبراج الاعتيادية، لكن بالنسبة للأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي كان يعني مرتفع أكثر العذراء طبعا. أكثر حلو، أسعد أيامك يا عذراء هي يوم التنين. أحب الألوان لإلك هو الأبيض والسماوي والمعادن اللي بتجلب لك الحظ هي كمان الذهب. روح لبرج الميزان. أنا عن جد كتير مبسوطة لبرج الميزان هالأسبوع لأنه طلعوا كتير حلو. برج الميزان، ستشعر بالهدوء والطمأنينة، وستسمع أخبار سارة تخص عملك أو أموالك، وقد تتعرض لمشاكل بسبب الغيرة أو فضيحة، وقد تفسخ علاقة. وجود المريخ في القوس يمنحك القوة والتأثير على الآخرين والثبات، فاستفد. الميزان هذا الأسبوع يأخذ 4 نجوم من عندي في مؤشرات الزودياك، طبعا مؤشر ارتفع، لكن ممكن على الجانب العاطفي قد يواجه بعض المتاعب على الجانب العاطفي، لكن بشكل عام أقدر أقول هو من الأبراج الجيدة لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي. كتير حلو نيلة، وكمان من أحسن الأيام عنده يوم الأحد، ولونه المفضل هو الأصفر والأخضر، والمعادن اللي بتجلب له الحظ هي الفضة واللؤلؤ، يعني فضة واللؤلؤ كتير حلو، ويوم أحد نيلة. طيب حابين نكمل؟ لا بفضل انه ناخد فاصل صغير لانه كتير مبسوطة لبرج الميزان اليوم، عن جد كتير مبسطت له، بدي هيك عيش معه هالفرحة بلحظات صغيرة. اكيد عندك اشخاص يهموك من مواد برج الميزان ولهذا انبسطت كثير عليهم. اكيد من مستمعينا اكيد، مشان هيك انبسطت لهم وانبسطت للجميع. فاصل صغير احبائي المستمعين وبنرجع، خليكم معنا. يونيفرسال ريزيدانس، شقق فخمة مفروشة، كافة الخدمات لراحة النزيل، انترنت مجاني، تدفئة مركزية وتبريد، استقبال من المطار عند الطلب، غرفتين شرفة ومطبخ مستقل مجهز بكامل معداته، يقع على بعد 3 دقائق من صخرة الروشي. للمزيد من المعلومات الاتصال على رقم 00961-82-1416. العنوان بيروت صخرة الروشي بجانب تلفزيون المستقبل. يونيفرسال ريزيدانس. صوت لنجمك المفضل هالأسبوع ببرنامج نجوم سهر. عماد من مصر. سمحتك كتير وبحذرك. علاء مكاوي من مصر. اللي امتى يا عيوني انت نبقى حبايب. ندى من فلسطين. قلبي داني تحكي. صلاح نبيل من مصر. بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي. صوت
نجمك المفضل هالاسبوع واحد من هالاربعة رح يتأهل معنا لكوكبة نجوم سهر الخمستعش. صوت للتصويت عبر موقع راديو سهر دوت كوم صفحة نجوم سهر. أبراج سهر. أبراج سهر برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني سينما. سينما. تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر 90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. رجعنا من جديد مستمعينا أحبائنا براديو سهر، أحد سعيد للجميع وإن شاء الله أخبار حلوة وكل أيامكم فرح وسعادة. رجعنا من جديد ببرنامج أبراج سهر مع عالمنا الفلكي العراقي أستاذ سينما. برجع بعيد موعد البرنامج كل يوم أحد الساعة 11:30 توقيت بيروت و 10:30 توقيت القاهرة. دائما برفقنا بالهندسة الصوتية الأستاذ الكرمي يعطي ألف عافية. مستمعينا للاتصال فيكم ترسلونا على عنوان سكايب لسهر سهر 90.1. من شوي حكينا وكنا بفقرة الأحداث لهذا الأسبوع، وبعد فقرة الأبراج هلا رح نروح لمولود هذا اليوم. شو رح نخبره لمولود هذا اليوم أستاذنا السلمة؟ مولود هذا اليوم أو نكمل الأبراج، لأن احنا ما كملناها ترى الأبراج بعد. تعرف من فرحة برج الميزان نسيت كل شيء. أنا مدى أقول هيك جد يعني مش عارفة شو صار. يعني طفرت قوم على الميزان. ما بعرف طيب. هي أروح أحصده يعني لبرج الميزان. بعتذر لكل مستمعينا، فرحتي لبرج الميزان نستني يعني بعتذر. بنرجع لبرج العقرب وبعدين يزعلون علينا الأبراج الأخرى يعني. أكيد أكيد راح يزعلوا، أنا بعتذر من الجميع. معلش فرحتي لبرج الميزان نستني، يمكن حتى فرحتي لبرجي أنا مو بعرف. بنروح لبرج العقرب. سيحالفك الحظ في ظرف صعب وستتجاوز مخاوف لا أساس لها. تنجز أعمالك بجدية وتنجح دراسيا وعلميا، لكنك ستواجه صعوبة في التكيف مع الآخرين ومع المجتمع وستميل إلى العزلة. عليك الحذر من المقربين إليك. طبعا العقرب لهذا الأسبوع أنطي أنا 4 نجوم في مؤشرات الزودياك. القوس أوكي. بس قبله بس بدنا نقله انه اسعد ايامه ويوم الثلاثاء، واحب الالوان هي اللون السماوي والاحمر، والمعاد اللي بتجلب له السعاده هو الذهب واللؤلؤ. نعم القوس لديك صداقات جديده وستشعر بالتقدير والثقه، تتوصل لحل المشاكل والصعوبات التي تعوقك. احذر الانانيه في علاقاتك لانك قد تتعرض لخيبه امل. أنت مليء بالنشاط والحيوية وستحقق أهداف بقوة الإرادة والثبات والصبر. هذا الأسبوع القوس أنطي 5 نجوم
يعني في مؤشرات الزودياك. نيالهم نيالهم القوس ونحقله أنه كمان أسعد أيامه هو يوم الخميس وأحب الألوان لإله الأزرق والأبيض ومعاده المفضل اللي بتجلب له السعادة الياقوت الأصفر والذهب. برج الجدي يا جدي دايما بحسه حمل الوديع وطيوب كتير. برج الجدي تمتلك شعبية كبيرة، ستتعرف على أصدقاء جدد وتتلقى أخبار سارة. احذر المغامرة العاطفية لهذا الأسبوع لأنها ستلحق بك ضرر ما. ستحظى بمكانة اجتماعية مرموقة ونجاح مهني مضمون فاستفيد. ومني إلى 4 نجوم في مؤشرات الزودياك. كتير حلو ما شاء الله. بتعرف استاذ سلام انا كتير مبسوطة هالاسبوعين طبعا هاليوم بالزيت، يعني مثل ما تمنيت، يعني كل الابراج ما شاء الله يعني انه بالوسط او بتكون 4 نجوم ل5 نجوم، يعني شيء كتير بيفرح شيء كتير بيسعدنا. طبعا بدي كل مستمعينا اللي عم يحضرونا هيك يكونوا مبسوطين على هاد الفرحة اللي انا حسيتها هلا. وإن شاء الله ما يصير معهم نطلي سار معي برج الميزان من شوي، معلش برجع بكرر اعتذاري لألون. وبقول لبرج الجدي أنه أسعد أيامك يوم السبت وأحب الألوان لإلك الأبيض والأصفر. المعادة اللي بتجلب لك السعادة هي الزمرد والياقوت. وصلنا لبرج الدلو. الله يستر الدلو. أحلام بالسفر والمشاريع الكبيرة، لديك فرص للتعرف على أشخاص ذوي نفوذ. تبالغ في الملذات الحسية مما قد يعرضك لوشاية أو غيرة من خصومك. تزداد تسامحا وكرما وتفاؤلا، وتزداد حاجتك لنيل استحسان الآخرين. الدلو هذا الأسبوع يأخذ 4 نجوم من عندي في مؤشرات الزودياك، وهم من الأبراج الجيدة مقارنة بالأسبوع الماضي. نيالي نيالي أنا كل مواليد برج الدلو، نيالي لعلينا كمان حبيبة قلبي هي كمان من مواليد برج الدلو. بقول لعلينا بقول لكل مواليد برج الدلو إنه حظكم رح يكون يوم الخميس إن شاء الله، والألوان اللي بتحبوها هي الأزرق السماوي والأزرق الغامق. فعلا أنا بحب كتير هاللون. أسعد أو المعادة اللي بتجلب لنا السعادة هي الياقوت الأزرق والفيروز. الروح لبرج الحوت. برج الحوت يا عنيد شو راح نخبره؟ يزداد اهتمامك بالأمور الغامضة والروحانية. الوقت مناسب للسفر أو العمل أو الدراسة. قد لا تكون مخلصا بعواطفك. لديك انفراج جمالية مفاجئة. ستحقق أهدافك العملية وتزداد رغبتك في النجاح. وإلى هذا الأسبوع 4 نجوم في مؤشرات الزودياك، وهو أيضا من الأبراج الجيدة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يخزي العين. يعني هالأسبوع ما شاء الله يعني كتير كتير حلو، كلهم مثل ما قلت 3 نجوم وسط ل4 نجوم ل5 نجوم، يعني كتير حلو. إن شاء الله الأسبوع الجاي كمان هيك يضلوا على طول يعني مؤشرات عالية وكتير حلوة. برج الحوت بنقول لك إنه حظك كمان رح يكون يوم الخميس، والألوان المحببة لك هي اللون السماوي والأبيض، والمعادة اللي بتجلب لك سعادة هي الياقوت الأزرق والذهب. أعزائي بهيك خلصت فقرة الأبراج، ناخد فاصل صغير ونرجع بقى لنشوف أو نسمع مولود هذا اليوم. فاصل صغير. صوت لنجمك المفضل هالأسبوع ببرنامج نجوم سهر. عماد من مصر. سمحتك كتير وبحذرك. علاء مكاوي من مصر. نلاقي اللي امتى يا عيوني انت نبقى حبايب. ندى من فلسطين. قلبي صلاح نبيل من مصر. بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي. صوت لنجمك المفضل هالأسبوع، واحد من هالأربعة رح يتأهل معنا لكوكبة نجوم سهر 15. صوت للتصوير
radiosahar.com صفحة نجوم سهر. برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني سينما. 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 تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. رجعنا من جديد بعد هالفصل كتير اشتعت لكم مستمعين، ان شاء الله انتم كمان تكونوا اشتعتولنا. طبعا برجع بذكر احنا بفقرة ابراج سهر ليوم الاحد اللي بتنبس كل يوم احد على الساعة 11:30 بتوقيت بيروت و 10:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت الجزائر و 8:30 بتوقيت المغرب، برافقنا بالهندسة الصوتية الإعلامي الكرمي. وأكيد أكيد ما فينا نكون بفقرة أبراج سهر إلا مع عالمنا الفلكي العراقي أستاذ سنوى. طبعا لا تعرفوا أكثر عن أبراجكم، لا تعرفوا أكثر عن شخصية كل برج، لا تعرفوا معلومات دقيقة لكل أبراجكم سواء الصينية الهندية، كل الأبراج كل تفاصيلها كل الأمور اللي بتخص برجكم، فيكن تروحوا على موقع العالم الفلكي والروحاني سينما www.paroscope.de www.paroscope.de. أكيد بتشوفوها على موقعنا براديو سهر، فإذا بدكم تشوفوا تفاصيل كتير فوتوا على الموقع الخاص بعالمنا الفلكي والروحاني سينما، كتير رح تنبسطوا. أنا شخصيا لما فتت لهونيك يعني لقيت عالم تاني تماما، يعني ما شاء الله يعطي
يعطيك ألف عافية أستاذ مثلا مع هذا الموقع اللي عملته كتير كتير حلو. الله يسلمك، تسلمي لي، الله يخليه. تسلم لأستاذنا. هلا بنروح لمولود هذا اليوم، شو بدنا نخبره؟ مولود هذا اليوم 14/10/2012 طبعا نتحدث عن المستقبل بالنسبة إلى هذا الشخص أو شخصيته بالمستقبل. إن شاء الله سيمتاز مولود هذا اليوم بطبيعته المندفعة، نشيط وكريم وقادر على تحقيق الكثير من النجاحات بإمكانياته المتعددة والمتنوعة. يتأثر صحيا ونفسيا تجاه الصدمات العاطفية ويحتاج الرعاية والإسناد الدائم. يمتاز بالحدس وقوة التفكير، وسيسافر إلى أماكن بعيدة وبلدان متعددة ويحقق نجاحات بالأخص في الجانب المهني. مولود هذا اليوم ينتمي إلى مجموعة الميزان الهوائية، ومولود في العشرية الثالثة. الكوكب الرئيسي المؤثر هو الزهرة، والكوكب الثانوي المريخ. أما أرقام حظه فاثنين خمسة وخمسة أخرى. نرجع نعيد له أرقام حظه. اثنين خمسة خمسة وخمسة. إن شاء الله أيامه كلها حلوة وحظه دايما يكون حلو. نتمنى له التوفيق بحياته المهنية والعملية وحتى دراسية إذا كان بعده عم يدرس. نتمنى له كمان حياة عاطفية كتير هادية كلها حب وهنين، لأنه بعرف إنه مواليد هالعشرية كتير هادين كتير طيبين، حتى إذا كانوا انفعالين فما ببين كتير الانفعال عنهم، يعني كتير كيف بيقولوا عندهم ثبات بالانفعالية عندهم أكتر شيء. ما هيك حتى استثنى. إضافة إلى هذا يكون حساسين أكثر لأنه يكونوا قريبين من العقرب، وبالتالي مولود برج العقرب يمتاز بالحساسية العالية جدا، فيمتلكون أو يمتازون بهذه الحساسية يأخذوها من العقرب ويأخذوها من الكوكب المؤثر الثانوي. طبعا هنا المريخ ينطيهم النشاط والحيوية ككوكب ثانوي مؤثر. فبشكل عام أقدر أقولهم من يعني المواليد اللي تتأثر ليس فقط من الميزان، وإنما بشكل ثانوي أيضا من العقرب، و ليس فقط من كوكب الزهرة وإنما أيضا من كوكب المريخ، فتكون عنده يعني تنويع أكبر وأكثر من مولد برج الميزان المولودين في العشرية الوسطية اللي يكون تأثيرهم أكثر ما يكون من برج الميزان ومن كوكب الزهرة فقط. نعم. إن شاء الله حظه حلو، حظ كل الأبراج يكون حلو. جد 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 اليوم كتير مبسوطة، يعني الكل حظوظهم كتير حلوة. إن شاء الله يديم هالفرحة ويسعد الجميع إن شاء الله يا رب. مستمعينا ما تروحوا، خلوكم معنا فاصل صغير، وهلا رح نرجع ولا نستقبل اتصالاتكم لتعرفوا تسألوا عن برجكم، عن طالعكم، عن حظوظكم من الجانب العملي العاطفي المادي شو ما بدكم. برجع بذكر عنواننا على سكايب هو سهر 90.1. فاصل صغير وراجعين. عيادة الدكتور محمد عبد الرحمن أبو عرقوب. طب وجراحة وزراعة الأسنان، عضو المجموعة الأردنية لزراعة الأسنان، عمان الهاشمي الشمالي دوار نقاوة، شارع جبلان أبو جاموس، عمارة 92 مقابل صيدلية خالد. تليفاكس 06-491-8080، خلياوي 079-54-606-28، صندوق بريد 11-077 عمان 1123 الأردن. قلبك يحكي، قلبك يحكي، قلبك يحكي. قلبك يحكي، حوار إنساني يبادله معكم الإعلامي الكرمي. قلبك يحكي يوم الاثنين الساعة 11 بتوقيت بيروت، 12 بتوقيت مصر. كونوا معنا. قلبك يحكي، قلبك يحكي، قلبك يحكي.
رجعنا من جديد مستمعينا مستمعاتنا بفقرة أبرش سهر ليوم الأحد. يا هلا بالجميع، إن شاء الله الكل يكون مبسوط معنا مثل ما نحن مبسوطين بوجودكم معنا. معنا العالم الفلكي أستاذ سينما، ومع اتصال بنقول ألو مرحبا. تاريخ ميلادي 25/5. والسنة بعد إذنك؟ 76. 76 و 25/5. أوكي، عن شو بدك تعرف؟ احكي له خف علي شوي بالحيوانات هاي اللي جننا فيها. إن شاء الله رح وعدناكم إنه رح نعملكم برنامج خاص إن شاء الله، وهيك رح يشرح لكم أستاذ سينما لكل واحد يتعرف على أبراج وكلها يعني وكل أنواع. بالمناسبة برجع بذكر لتعرفوا تفاصيل أكثر فيكم تزوروا موقع العالم الروحاني الفلكي سينما www.periscope.de www.periscope.de. أكيد ست بنتشرف ولو أكيد. يا هلا فيك. طيب خيي، فيك تسمعنا بعد إذنك من الراديو، وراح نخبرك إن شاء الله هلا مع أستاذ سينما. نتشرف فيك ويا هلا فيك، وتحية كتير كبيرة لجروب دريم. شاكر لك وتحية لكم من دريم شات يا سيدي. يا هلا فيك. حياك الله عدنان، تحياتي لك. طبعا تحياتي لأهلنا في الأردن. عدنان من مواد 25/5/1976، هو مواد برج الجوزاء بالعشرية الأولى، إضافة إلى هذا مواد برج التنين بالأبراج الصينية، الصنف الناري العنصر يان المولود في سنة يان، وهي سنة إيجابية. عادة أبنائها يكونون نشطين ويقظين ويمتازون بالحماسة والجرأة في نفس الوقت. عدنان بشكل عام طبعا هو ما يعني ما يعرف، ما ذكر لي شنو سؤاله بالذات، لكن انا حقيقه اقدر ان انطف انطباع معين على هذه الشخصيه، انه شخصيه قياديه، مساعد، وفي، مخلص، من النوع الصادق بكثير من الامور، كثير الكلام وكثير الحديث، اضافه الى هذا عديم الصبر. أكثر ما يتعب في الحياة هو الجانب العاطفي. وبالمناسبة قد، وهذه طبعا بشكل عام أنا أقدر أحلها من خلال الشخصية، أنه على الجانب العاطفي إما يتعب أو يتزوج بوقت متأخر يعني، أو قد يعدد الزيجات بهالمعنى هذا. بشكل عام هذه الشخصية من الشخصيات المحظوظة بالحياة ومن الشخصيات الحدثية، وهذه السنة هي سنة بشكل عام جيدة. بالفترة الحالية أكو نوع من الصعوبة بسبب تراجع كوكب جوبيتر في برج الجوزاء الهوائي، لكن هي بشكل عام الشخصية يعني شخصية أقدر أسميها عندها إيجابيات كثيرة بالحياة، سواء هذه السنة والسنة القادمة أيضا. أكثر حلا إن شاء الله، نتمنى له كل السعادة لألو لكل مستمعينا. رح ناخد تواريخ من مستمعين طبعا لألنا. في عنا مستمع بيقول اسمه هوها من مواليد 1/7/1984. هوها 1/7/1984، بده يعرف بشكل عام يعني العاطفة والمال والصحة. هوها طبعا على الجانب العاطفي، لا هو طبعا من الأشخاص الحساسين جدا والعاطفيين جدا أيضا، وطبعا يعني انخاف عليه أساسا من أن يقع في شباك الغرام، لأنه من الشخصيات الحساسة واللي ممكن أن تفقد كثير من إمكانياته في مجرد أن تدخل في يعني في شباك الغرام. ولهذا أنا أشوف أنه أفضل إلى أن يتجه نحو الجوانب العملية. هذا لا يعني أنه ليس عاطفيا، أنا حقيقة أتحدث عن الشخصية بشكل عام. هو شخص بحد ذاته عاطفي وحساس، لكن يفضل أنه ما ينجرف نحو الجوانب العاطفية بشكل كبير جدا، لأنه يعني ممكن أن تكون أفكار العاطفية سابقة إلى التفكير العقلي والناضج
في كيفية اختيار الشريك على سبيل المثال. لهذا أنا يعني أنصحه بأن يتجه أكثر شيء إلى الجانب المهني والعملي، وطبعا هو من الشخصيات الموفقة بالجانب العملي. هذه السنة هي من السنوات الحلوة عليه. السنة القادمة لا، للمعلومات يعني شتاء السنة القادمة قد يواجه بعض المتاعب بها. إن شاء الله الله يوفقه. فهو هستغل هالسنة طالما هي حلوة عليك، استغلها كتير بالجانب العملي وإن شاء الله موفق. وبالمناسبة برجع بوجه تحية خاصة جدا 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 لجروب سمت مدام بالأردن بقيادة على ولا لوردو ولا هو ولا كل اللي عم يحضرونا، لجروب سوايا وجروب دريم كمان حورية لبنان ولأنجل. في عند تاريخ تاني من عند رائد بيقول 26/4/1969 ورائد طبعا من الشخصيات اللي يبذل مجهود في حياته وما يحصل على مبتغاه بشكل سهل وبسيط، بل يحتاج دائما إلى مجهود مضاعف. طبعا هنا سنة الولادة هي اللي تأثر عليه، إضافة إلى هذا برج أيضا مؤثر عليه، يعني برج البابلي مؤثر عليه من جانب باعتباره برج الثور، إضافة إلى سنة الولادة 69. يعني هذه السنة الحقيقة يعني من مواد برج الصقر الهندي وبنفس الوقت برج الدجاج الصيني. لا، رائد يتعب، يتعب في حياته، وهذا موجود حتى عند رقم حظ أساسا رقم حظ 8. يبذل مجهود كبير، لكن أنا أقدر أقول أنه بقدر ما تتعب بقدر ما تحصل يا رائد، وقد تحتاج في أوقات معينة أن تبذل مجهود مضاعف، لكن في النهاية أنت راح تحصل. أما بدون تعب لا، أنت ما تحصل، يعني من الأبراج اللي ما محظوظة بشكل عام يعني بده يتعب شوي. أكيد أكيد بده يتعب شوي. يعني في عنا إيمان بتقول مواليد 5/6/86. إيمان 5/6/86. إيمان 5/6/86. هذه إيمان إنسانة يعني بظن إنه بشكل عام. بشكل عام هذه إنسانة جذابة محبوبة لبقة، يعني ذات أفكار خلاقة ومتجددة قيادية صريحة، دائما في يعني تنجح في الأمور اللي تتطلب المهارة الكلامية الذهنية أيضا في نفس الوقت. إذا كان اسمها الحقيقي إيمان فالحقيقة اسمه يجلب نوع من المتاعب، يعني الأسامي أيضا تنطي فد نوع من التأثير على حياتنا، يعني لأنه قدر محتوم علينا، ماكو إنسان اختار اسمه بنفسه يعني أثناء الولادة. فهو اسم إيمان من الأسماء الجميلة لكن اللي تجلب المتاعب إلى أصحابها. هذه الإنسانة طبعا إيمان إذا كان اسمها الحقيقي إيمان طبعا يعني من خلال الاسم في متاعب، لكن في نفس الوقت سنة الولادة تدعمها، سنة الولادة تعطيها دعم إيجابي ببعض الحظوظ. إضافة إلى هذا هي إنسانة قد تكون أكثر ما تكون يعني اندفاعية ومتهورة في بعض الأحيان، ينصح بأن تحاول قدر الإمكان أن يعني تأخذ من شخصية الجوزاء أكثر من شخصية النمرة 86 حتى تمتاز بنوع من الهدوء والراحة، لأنه المجازفة اللي أكثر من حتى ممكن أن توقعها في مشاكل كثيرة هي في غنى عنها. عدت رقم حظ أساسي اللي هو 5 أيضا، وهذا يدل على أنه هي إنسانة تحب السفر والترحال والتنقل، وبنفس الوقت أيضا تميل إلى الجوانب الفنية والجوانب اللي لها علاقة بالأدب الآداب يعني كل شيء له علاقة بالمسائل بأمور الأحاسيس والمشاعر. هذه طبعا تستهويها أكثر ما تكون. طيب نعم. إن شاء الله كل أيام حلوة يا رب وأيام كل مستمعينا. في عندنا كمان تاريخ 27/6/77 لنزار بيسأل أهم شيء عن العاطفة والشغل. 27/6/1977 طبعا سؤاله عن العاطفة. هو هذا الشخص جدا عاطفي، وبصراحة انقياد إلى العاطفة هو انقياد أقدر أكثر ما يكون هو انقلاب انقياد تقلبي،
يعني لا يميل الى العاطفه بصدق كامل، وانما هو متقلب غالبا ما بالعاطف، متقلب حتى في مشاعره واحاسيسه، وما يصفى على فد راي معين بهذا الجانب، وغالبا ما ينوع. يعني هذا كثير التنويع بالجوانب العاطفيه، قد ما يكون عنده يعني انسان واحده في حياته، وانما نساء متغيرات ومتعددات ايضا في نفس الوقت. في الجانب العاطفي لا، هو غير مستقر، عنده متاعب بشكل عام، شخصيته بها متاعب بشكل عام بالجانب العاطفي. بالجانب العملي لا، جيد محظوظ، لكن ايضا يتعب، لانه عنده يعني من خلال رقم حظه يحتاج ان يبذل مجهود، لكن بشكل عام بالجانب العاطفي هو جيد. عفوا الجانب العملي. بالمناسبة السنة القادمة راح تكون من أفضل سنوات حياته، السنة القادمة بعد منتصف شباط فبراير، من أفضل سنوات حياته إن شاء الله. إن شاء الله كل أيام سعادة وفرح، إن شاء الله هيك بنتمنى سعادة للجميع. كتير حلو. في عنا في انتظار اتصالاتكم مستمعينا، رح ناخد هالتاريخ كمان، بعدين رح ناخد اتصال معنا. في عنا نادر 17-6-66، نادر 17-6-66. لا نادر من الشخصيات الصعبة جدا، يعني شخصية يعني الشخصيات اللي تذكري ليها وكأنه يعني مرتبة، تجي كل شخصية مختلفة عن الشخصية الأخرى. نادر من الشخصيات الصعبة جدا حقيقة، يعني إذا كان متزوج فاني أقول الله يساعد زوجته عليه، إلا إذا كانت من نفس المواليد، هذا بحث مختلف. يعني هذا شخص عصامي من الطراز الأول، شخص لا يتحمل، يعني نادرا ما تجدين شخص من هذه المواليد شخص دبلوماسي، نادرا يعني هذا الا كان طالع مثلا مختلف، يعني طالع ينطي فد امور معينه، لكن بشكل عام شخص يعني يعتمد على نفسه بالدرجه الاولى، عصامي لا يتقبل الراي الاخر، ديكتاتور داخل البيت، بالعمل ايضا ديكتاتور، يعني يعتقد بانه هو الافضل والاحسن من جميع الموجودين. بالمناسبة هو يمتلك إمكانيات لا بأس بها، يعني هو يمتلك إمكانية صريح، شجاع، مقدام، مساعد، منتفض في سبيل الجماعة، هذه كلها أمور إيجابية الحقيقة موجودة عنده، لكن الأنانية الموجودة في شخصيته بارزة بشكل غير طبيعي، بحيث أنه مؤثر حتى على علاقته داخل البيت، حتى على علاقته بأصدقائه وبالأشخاص المقربين من عنده، حتى على علاقته بالموجودين بالعمل. جانب الأنانية هو أكثر ما يميز هذه الشخصية، وأيضا يتعب أو يبذل مجهود معين حتى يحصل على مراده بالحياة. السنة الجاية راح أصير صعب عليه بالمناسبة. ان شاء الله. ألو. بس كتير عجبني أنه صعب كتير. مرحبا، بنقول مرحبا، يسعد لمساك. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام، يا هلا فيك. كيفكم؟ معلش تعلي لي صوتك شوي بعد اذنك. دلوقتي اوكي؟ هيك احسن. منيح. مين معي؟ فارس مصر، استاذ دريم شات. استاذ دريم، يا هلا فيك، نورت. استاذ دريم، فينا نعرف تاريخ ميلادك وسؤالك؟ 13/1. يعني عن الحالة العاطفية والحالة الاجتماعية، وطبعا في ممكن أسأل عن تاريخ تاني إذا ممكن، يعني ممكن ممكن نسأل عن تاريخ تاني إذا ممكن، يعني أكيد تفضل، أكيد تفضل، بس إنه بس إذا صبية أو شاب. إيه صبية، صبية. 28/6/89. 28/6 برضو بالمصري هيك 86 أو 89. 89. أوكي كتير حلو. بدك تسأل عن التوافق بيناتكم يعني؟ لا لا لا، هو هي بتسأل عن نفسها بس. طبعا تحياتنا لكم ولأسرة تدريب الشعر، طبعا راديو سهر، طبعا مشرفين بيكم
وطبعا إن الشرف إن احنا نستمع ليكم وبرامجكم طبعا كتير روعة، وإن شاء الله في تألق دايما بإذن الله. ونحن سعداء كتير وبحييك وبحيي جروب دريم كلهم اللي عم يحضرونا، وإن شاء الله يكونوا قضوا وقت كتير حلو، كانت سهرتهم كتير حلوة معنا. بحييك وبحيي الجميع. نسمع الجواب من راديو دريم. اوكي يلا. طيب استسلم ميس الدريم 13186 وبعدين نروح للتاريخ اللي بعده. دريم 13186 يعني هو من مواد برج الجدي، وبنفس الوقت هنا ياخذ من البقرة وياخذ قليلا ايضا من النمر، لكن هو اكثر ما يكون من البقرة. طبعا دريم من الشخصيات اللي عنده تغييرات كثيرة في حياته، وهذه التغييرات تجي بأوقات مختلفة ومفاجئة، هذا إذا كان على حياته الماضية أو حتى على حياته الحالية أو المستقبلية. هو من الأشخاص الجديين والعمليين واللي عند القدرة على تحمل أعباء العمل في سبيل الوصول للهدف. من الشخصيات الحقيقة اللي أنا أتوقع له في المستقبل جيد، حتى على الجانب العاطفي، على الجانب العاطفي أو حتى على الجانب المالي بشكل عام. بالنسبة إلى الفتاة اللي هي من مواليد 28/6/1989، هذه من مواليد برج السرطان، وفي نفس الوقت هي من مواليد برج الحية بالأبراج الصينية، ومواليد 89 تمتاز بمميزات خاصة الحقيقة، يعني ممكن نكتشفها من خلال ملامحها أو من خلال على الأقل رشاقتها أو طريقة يعني أسلوبها بالكلام أو هندامها ملابسها الأنيقة. هذه الفتاة ممكن أن تقيم علاقة جميلة جدا مع دريم، بس طبعا هو ما سأل أعتقد على التوافق، سأل بشكل عام عن هي الفتاة بشكل عام كمعلومات عنها. حتى أنطي فد معلومة كاملة عن الفتاة، هي إنسانة طموحة وطموحها لا يقف عند حد معين، غير قنوعة نهائيا، وغالبا ما تحب أكثر ما تحب الأمور اللي لها علاقة بكل ما يبهر العين، بكل ما يبهر يعني الأمور اللي هي مودرن أيضا، تميل إلى الحفلات، تميل إلى كل شيء جديد. في بعض الأحيان يصير عندها نوع من التشاؤم، نوع من القلق، وفي أحيان أخرى أيضا تواجه بعض المشاكل المالية. بالمناسبة هي لا تصرف على غيرها من الناحية المالية، بل ممكن أن تصرف على نفسها لكن على غيرها ما تصرف، وتحتاج دائما إلى رجل أن تتكل عليه، يعني هي اتكالية لكن هي في نفس الوقت حكيمة وتمتلك عقلية يعني بالنصائح جيدة جدا. للمعلومات أكثر، هذه الفتاة أيضا من نوع اللي عندها يعني غيرة بمعنى أصح، أو حتى لما نتحدث إحنا عن غيرة النساء فغيرة النساء تتجسد في هذه الفتاة، يعني من أكثر الفتاة النساء اللي يمتازن بالغيرة هي هذه الموالد. نعم صعبة، مشكلة كتير. علي أن يرتب حالة إذا كانت هذه الفتاة، أنا لا أعرف إذا كانت هذه الفتاة شريكة حياته يعني، أو يفكر بأن تكون شريكة حياته، فعلي أن يرتب حالة وأقول له دير بالك، لأنه يعني ما راح تعفك بسلامة يعني. ألو أكيد مشكل جي 22/10/73، مشكل جي 22/10/73 22 عشر ثلاثة بشكل عام يعني. نعم بشكل عام 22/10/73 هذا برج الميزان، وفي نفس الوقت برج البقرة، وطبعا أنا يعني هذا من الشخصيات اللي أقدر أسمي شخص قوي مثابر، يتحمل يعني يتحمل، عنده طاقة قوية للتحمل، يستفيد من تجارب الآخرين. لكن للمعلومات عنده صفات أيضا سلبية من نوع اللي بشكل عام من نوع الغيار، ما يتحمل تفوق شخص معين، أو ما يتحمل أساساً امتداح شخص معين بجانبه. من الشخصيات أيضاً هو إضافة إلى يعني هذه الشخصية موجودة عنده أيضاً، هو بنفس الوقت محسن ومساعد إذا طلبت من عنده مساعدته، وصديق وفي، لكن غير مسامح. يعني هناك فرق ما بين محسن يساعد الآخرين وما بين شخص غير مسامح للأشخاص اللي يعني اللي يسببوا له مشاكل معينة أو يعني يتعدون عليه. بشكل عام أنا أقدر أقول مستقبله جميل، لكن السنة القادمة
السنة القادمة. طبعا بعد 26 من شهر أكتوبر راح تكون فترة جدا إيجابية بالنسبة إلى كميزان، لكن بالنسبة إلى سنة الولادة لا، السنة القادمة سنة الولادة راح تكون أفضل وضعيتها، فأفضل فترة إلى راح تكون بعد منتصف شهر شباط فبراير من السنة القادمة إن شاء الله. عنا كمان همسة حب 19-11-81، همسة حب تسأل 19-11-81 19-11-81 نعم بصورة عامة. لا هذه فتاة الحقيقة يعني تمتلك يعني عقلية ناضجة وذهنية جميلة جدا، إنسانة مثابرة، إنسانة عندها طموحات كثيرة، لكن بالجانب العاطفي هي تواجه متاعب وتحصل على مبتغاها بشكل بمجهود مو بسهولة، يعني الحظ لا يأتيها بسهولة. الشيء المميز الموجود بها أنه عندها نوع من التفاخر، وهذا التفاخر الحقيقة يعني إذا تريدين تكسبيها يجب عليك أن تمتدحيها، يعني امتداحها وكسب إلها. إضافة إلى هذا هي من النوع اللي لسانها لاذع، يعني بإمكانها أن تجرح الأشخاص المقابل، ولهذا هي بشكل عام بالجانب العاطفي تواجه متاعب كثيرة. علي حال أنا طبعا يعني أتوقع لها مستقبل جيد فيما لو اختارت شريك حياتها بشكل الصحيح، يعني لهذه الأبراج الحقيقة من هذه المواليد يحتاج يعني مو كل الأبراج تنسجم معها. أفضل الأبراج اللي ممكن تنسجم معها هي أبراج الين، يعني اللي تتبع العنصر ين، اللي هي الأبراج اللي ممكن أن تتقبل على أقل تقدير يعني كلامها أو صلافتها بالكلام وبالحديث. هؤلاء اللي يتقبلون هذه الحالة ممكن أنه يقيمون علاقة وانسجام معها بشكل أو بآخر، لكن بشكل عام هي من الأبراج اللي تواجه متاعب على الجانب العاطفي. السنة القادمة طبعا راح تكون سنة جيدة بالنسبة لها بفترة الصيف فقط، يعني فترة الشهر الرابع والخامس أكثر شيء. إن شاء الله خير. إن شاء الله بناخد آخر سؤال نفسية. نعم. 5/10/85 نفسية بتقول تاريخ ميلادها 5/10/85 كمان بشكل عام، وهذا آخر سؤال لحلقتنا لليوم. وطبعا هذه الشخصيات تحدثت عنها قبل شوي، من الشخصيات اللي يمتازون باللباقة، يمتازون بالحديث الجميل، عندهم أسلوب قصصي جميل بإمكان أن يجذبون الآخرين، تستفيد من تجارب الآخرين أيضا في نفس الوقت، تنجح بالجانب الدراسي. وبالمناسبة هذه الشخصية تنجح كربة بيت، يعني شخص الآن إذا شخص يسمعني الآن قريب إلها وما يعرف شخصيتها بشكل عام ويريد يتزوج بإنسانة مثلا فقط صالحة لتربية الأطفال والبيت، يعني ما يريدها أنه إنسانة تفكر بأمور مختلفة، فقط البيت وتربية الأطفال، فهذه أفضل إنسانة جاءت في المكان المناسب، يعني إنسانة تنجح لتربية أطفال وبيتها، هذا من الأمور جدا مهمة بالنسبة لها والأولويات اللي بحياتها. في نفس الوقت هي إنسانة تعشق الأمور الطبيعية والمناظر الطبيعية، الأمور اللي لها علاقة بالحدائق، الأمور الريفية، هي إنسانة أيضا محافظة ولبقة ومثقفة في نفس الوقت، تستفيد من تجارب الآخرين مثل ما ذكرت. والفترة الحالية فترة تمر بمرحلة خلو مسار، مرحلة قد تكون سلبية نوعا ما بالرغم من أنه هنالك ارتفاع بسيط بحظوظ برج الميزان بالوقت الحالي، لكن أفضل فترة راح تكون عندها بعد 26 من شهر أكتوبر، والسنة القادمة راح تكون بعد في فترة الشهر ماي أو الشهر الخامس، راح تكون من أفضل الفترات بالنسبة لها. نعم إن شاء الله كل الفترات تكون حلوة يا رب. ناخد اتصال نقول مرحبا، آخر اتصال معنا راح يكون يعني ختام لحلقتنا، وكيف بيقول بنقول ختامها مسك ما هيك. مساء الخير. مساء الأنوار، مرحبا. أهلاً يا كلير، كيفك؟ شو أخبارك؟ أهلاً أستاذ فرج، كيفك؟ يسعد لي مساك يا رب. الحمد لله. الحمد لله، نورت الراديو معنا، يا هلا فيك. نورين بوجودكم إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا غالي، يا هلا فيك. طيب أستاذ فرج، تاريخ الميلاد وسؤالك؟ تاريخ الميلاد هو 18/11/75. 18/11/75، نعم، والسؤال؟ نعم، سؤال ما عندي أسئلة تقريبا.
لا انه عن شو بدك تعرف، عن العاطفة، عن العمل، عن الميل، من اي ناحية سؤالك يعني؟ والله مش حاط ببالي شيء، لكن بشكل عام اللي موجود بشكل عام. طيب اوكي، نتشكرك استاذ فرج لاتصالك، ونقول لك نورت راديو سهر، وان شاء الله هيك دائما. شكرا لكم كثير ومنور بوجودكم، وسلامي لجميع القائمين على الراديو، يعني بدون ما اذكر اسم الكل عامة. يسلموا، الله يخليك ونورت معنا، يا هلا فيك. الله يسلمك. أكيد كل الطاقم الراديو بحييك، وتحية خاصة من الأستاذ الكرمي كمان بحييك كثير أستاذ فرج. حبيبي كرمي الله يخلي ربك، تحية مني له من القلب مباشرة طبعا، الله يخليكم. وتحياتي للأنس لينا كمان، إن شاء الله الكل يكون بخير يا رب. تسلم يا غالي. طيب أستاذ فرج بتسمعنا من الراديو إن شاء الله، الله يعافيك. وهلا أستاذ سنمار رح يجاوبك، يا هلا فيك. استاذ سينما. نعم. 18/11/1975. نعم. طبعا تحياتي للعزيز فرج، هو من مواليد برج العقرب، مولود بالعشرية الأخيرة من مواليد برج العقرب، يأثر عليه أيضا القوس، أو يأثر عليه يعني كوكب المشتري، وهذا ينطي حظوظ أكثر، لأنه بشكل عام يعني المريخ يأثر عليه تأثير سلبي أقدر أسميه، لكن وجود كوكب المشتري باعتباره في العشرية الثالثة من العقرب ينطي أيضا حظوظ إيجابية في حياته بشكل عام. هو من الأشخاص اللي ينجح في الحياة الأسرية، طبعا أنا أتحدث عن شخصيته بشكل عام. بإمكانه أن يستغل الجانب الدبلوماسي، لأنه هذا الجانب موجود حقيقة من خلال سنة الولادة بالنسبة له. إضافة إلى هذا، بإمكانه أن ينجح أيضا في الأمور يعني المهنية والأمور الدراسية، هذه الأمور جدا جيدة بالنسبة إلى من خلال يعني مواليده. سوف بشكل عام راح يواجه متاعب، حقيقة أقدر أقول هذه المتاعب تأتي بسبب وجود كوكب زحل في برج العقرب اللي دخل بتاريخ 5 أكتوبر، لكن باعتباره من العشرية الثالثة طبعا هذه المتاعب لن تكون في هذه السنة، يعني على أكثر تقدير راح تكون في السنة القادمة، أو يعني على الأقل بعد سنة من الآن. بشكل عام كشخصية أقدر أسميه ينجح في الميادين العامة، في ميادين الدراسة، في ميادين العمل، في ميادين الجانب العاطفي داخل الأسرة. بإمكانه أن يستغل سنة الولادة بالتعامل مع الأطفال، مع الزوجة، مع شريك الحياة. شهر الولادة العقرب، لا العقرب قد يكون في بعض الأحيان لاذع بكلماته، بتصرفاته، هذه الأمور ممكن أن تأثر على الطرف الآخر. يعني عند رقم حظ 9 طبعا، يعني معناته أنه حظوظه ما يأخذه بشكل سهل، يحتاج إلى أن يبذل مجهود معين. بشكل أو بآخر أقدر أقول من الأشخاص اللي يعني إن شاء الله راح يكتب إلها عمر طويل، ولو هاي الأعمار بيد الله، لكن أنا أتحدث اعتمادا على هذه السنين. بشكل عام من الأشخاص المعمرين واللي يمتازون ب يعني يهتمون بصحتهم بشكل كبير جدا. فأتمنى التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، الله يوفقه وينور حياته كلها ويسعده يا رب. ولا في معنى اتصال، ونقول مرحبا. مرحبا. ألو، مساء الخير. ألو، أهلين، مساء الأنوار. أهلا وسهلا. أهلين، مرحبا. مرحبتين، معك عمار. أهلين يا عمار، يا هلا فيك، نورت. تسلمي، هذا نوري. يسلمه. طيب عمار، تاريخ ميلادك؟ 1 أدار مارس، أول من أدار مارس 1984. 1 مارس 84. أيوة. سؤالك؟ على كل شيء يعني. بصفة عامة. إيه بصفة عامة، بس ممكن بس أعطي مواليد أخي معي جنبي. تفضل. ماشي، شكرا، لحظة شوي. هو لحظة شوي
نعم، شو اسمه خيك اذا ممكن؟ خلاص انا نسيته وما اتذكر. رأفت؟ ايه هيك العصفوري قالت لي. الله يعافيك يا هيك العصفوري قالت. طيب بنتظر انه استاذ سنة ما يجاوبك لتاريخك، تكتب لنا تاريخ رأفت، بنوجه له تحية بالمناسبة. معلش اختي، انا بس كنت يعني تفاجأت بالاتصال فجأة وتعبان مرشح شوي وحد يعني في عقد. سلام عليك، انا كمان مرشحة وبس انه هيك كرمال المستمعين. بحييكي وانا صلي زمان ما شاركت بالبرنامج، وتحية لصديقي الكرمي، وإني اشتقت لكم راديو سهر من زمان ما شاركت، وإني مبسوط إني شاركت معك اليوم، فرصة إلي. عمار نحن نعم. كمان كتير مشتاقين لك، والراديو كتير مشتاق لك، وبدنا تسمعنا كل يوم، تحضرنا كل يوم وتشارك معنا. إن شاء الله رجعنا كمان. إيه نحن أكتر شيء بنرجع بالشتوية، بنعتصم هيك بالبيت ما بنطلع، فعشان هيك بنكون 24 بالراديو الشتوية يعني. الشتوية الواحد بيتدفى بالبيت، بس إذا بده يدفي قلبه بيدفيه براديو سهر أكيد. إن شاء الله يا أخي. إن شاء الله. تحياتي لك عمار، الله يحييك. سلامي، الله يخليك. يا الله فيك، باي. طيب استاذ سلامة، 1-3-84 1-3-84 طبعا تحياتي لعمار، وأتمنى إن شاء الله بالأسبوع القادم يأتي ويتصل بكل هدوء، ويكون حافظ مواليد أخوه ومواليد الأشخاص الموجودين من حوله إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. 1-3-1984 طبعا عمار من مواليد برج الحوت، بنفس الوقت هو من مواليد برج الفارة، وهنا الفارة الخشبية، الفارة المثقفة، يعني الإنسان هنا مواليد 84 الفارة تكون بشكل عام من نوع تمتاز بالثقافة، بالدبلوماسية، باللباقة والحيوية بالاتصال والتعامل مع الآخرين. كل المجالات التجارية ينجح بها، كل المجالات اللي لها علاقة بالدبلوماسية، لها علاقة بال يعني بالحديث، بالعقود والصفقات، هذه ينجح بها. وهذه بالمناسبة عليه أن يوظف شخصيته من الآن نحو هذه الاتجاهات. المشكلة وين؟ المشكلة اللي عنده هي في الجانب العاطفي، يعني الفارة عاطفية والحوت بعد أكثر عاطفية. هنا الصدمات العاطفية يعني ما تجعله هو غير قادر على تحمل الصدمات العاطفية بمعنى أصح. لهذا أنا يعني أنصح دائما بأنه يعني أن يكسب أصدقاء معينين لغرض النصائح أو لغرض الإرشادات مثلا، دائما يمدوه بهذا الجانب، بالأخص الجانب العاطفي. بشكل عام أقدر أقول بالجانب المالي، إذا ما وظف اتجاهات نحو الأمور التجارية والأمور المالية، لا جيد يعني، لكن الوظيفة بحد ذاتها، الوظيفة أقصد كموظف أو ما لذلك، ما ينجح بها. لهذا أفضل شيء له هو الأعمال الحرة. هو إنسان طموح جدا، وبشكل عام من الشخصيات اللي لها مستقبل حلو. هاي السنة بالمناسبة إلى نهايتها يعني أقدر أقول هي سنة كانت جيدة بالنسبة للعقرب، عفوا للفارة، لكن أفضل فترة راح تكون إلى بعد 11 من شهر نوفمبر. بعد 11 من شهر نوفمبر راح تكون أفضل فترة بالنسبة إلى، بالأخص إلى مواليد برج الحوت، لأنه كوكب نبتون راح يعني يستقر من التراجع وراح يستقيم، فراح تكون فترة إيجابية بالنسبة له. نعم. طيب لك يعطيك العافية أستاذ سنما، وبهيك رح نكون وصلنا لآخر مشوار حلقتنا لليوم. عن جد كانت حلقة كتير ممتعة، يعني أنا شخصيا استمتعت فيها كتير، وكتير انبسطت يعني من أولها، لأنه كانت طالع حلو لمعظم الأبراج. كتير يعني انبسطت، إن شاء الله مستمعينا كمان يكونوا انبسطوا معنا. برجع بوجه تحية خاصة لكل اللي شاركوا معنا، لكل اللي كانوا عم يحضرونا، لكل اللي كانوا عم يطرحونا أسئلتهم. انتظرونا كل يوم أحد الساعة 11:30 بتوقيت بيروت، 10:30 بتوقيت القاهرة. طبعا تحضروا برنامج أبرج سهر براديو سهر. سوري. بوجه تحية خاصة لجروب دريم، تحية خاصة لجروب سوايا، تحية خاصة للجروب الموجود معنا براديو سهر، تحية خاصة كمان لجروب روحية
لبنان، وتحية خاصة جدا 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 لجروب سمت بدن بالأردن، لعلاء، للورد، لياقوت، لهمسة حب، لكل اللي كانوا عم يسمعونا. وبدي وجه اعتذار خاص لنفسي لأنه غلطت بالاسم تبعه، كنت مفكرته يعني سوري نفسي فكرته أنه اسم صبية بس طلع اسم شاب. نعتذر منك نفسي، وإن شاء الله الأحد الجاي راح نعمل لك يعني هيك تحت تحليل خاص لشخصيتك بنشان هيك ترد علينا، وإن شاء الله دايما تكون مبسوط معنا وتكون مبسطت. مستمعينا ومستمعاتنا انطرونا الأحد الجاي بحلقة كتير مميزة وأخبار كتير حلوة إن شاء الله. وأكيد بقول للأستاذ الكرمي اللي رفقنا بالهندسة الصوتية تعب معنا اليوم كتير كتير، بقول له يعطيه ألف 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 عافية. وكمان يعطيك ألف عافية أستاذ سينما، تعبناك معنا اليوم. شكرا كلير، تحياتي لك. أنا أشكرك لأنه أنت أيضا يعني اليوم كفيتي ووفيتي مثل ما نقول يعني طبعا. وتحياتي إلى جميع الأشخاص اللي اتصلوا والأشخاص اللي ما قدروا أن يتصلون أو ما أسعفنا الوقت بأنه نجاوب على يعني أسئلتهم. إن شاء الله يحضرون إن شاء الله بالأسبوع القادم، وأنا أكون جاهز إن شاء الله على يعني الإجابة على جميع الأسئلة. وبنفس الوقت تحياتي إلى جميع كادر راديو سهر الجميل والمميز، وانتظرونا الأسبوع القادم مع مفاجأة قوية إن شاء الله يا رب إن شاء الله. طبعا مستمعينا هلا نحن وصلنا على نهاية حلقتنا، بس خليكن عم تحضروا الراديو، راديو سهر طبعا، في هلا فقرة طربية كتير كتير حلوة مع أجمل أغاني أم كلثوم وعمالقة الفن العربي. إلكن سلام. أبراج سهر، أبراج سهر، برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني سينما. 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 تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. سهر. فندق